كلنا بنحضر الأكاليل بس مش عارفين اللي بيحصل. تعال تخيل كده النهاردة عريس وعروسته، هنكللهم ايه واللي هيحصل وكل حاجة فيها معنى كده. ايه اللي بيحصل؟ العريس والعروس بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيدخلوا، صح؟ لا، الصح اقوله لكم انا عاد. المفروض العريس يخش وحده بلحن بقوره وحده، وبعد كده تدخل ايه؟ العروسة. يبقى في الاكليل المفروض ايه؟ قولوا معايا، العريس يعمل ايه؟ يدخل وحده، بعد كده العروسة ايه؟ تدخل. يقفوا هنا. عارفين الاكليل بتاعنا متى؟ متى؟ انتوا بتكلموا متى هنا؟ يوم الخميس، صح؟ الحد. حد متى؟ بالليل. لا، هو المفروض الحد ايه؟ الصبح. المفروض الاكليل يتعمل في الصبح في القداس. يا ابونا ازاي والمعازيم؟ ما هذا الصح. يجي العريس ويجي العروسة، ابونا يرفع بخور باكر، خلص رفع البخور الشمامسة يخش يلبسه، ها، وقبل المزامير يجي عاملين الاكليل. عرفنا الصح؟ تقولي طب ليه يا ابونا بنعمله بعد الظهر؟ احنا تأثرنا باهل العالم يا ابونا، الناس مش عاجبها الصبح عشان في الشغل، عايزين الاكليل متى؟ بعد الظهر. راحت الكنيسة قالت لهم ماشي، لكن هو الصح متى؟ ها؟ الصبح في القداس. خلاص؟ عشان نعرف. ولغاية دلوقتي في ناس بتعمل؟ طبعا في ناس اللي عايز يعمل يقول لابونا يعمل له في الصبح، يعمل له دي الشمامسة بس يا ابونا. لا. طب اللي هترسمه كهنة بس يا ابونا. لا برضو، لو اي واحد مش شماس شماس وعايز يعمل وطلب من ابونا، ابونا مش هيقول له ايه؟ لا. يجي العريس يخش والعروسة تخش، يجي ابونا يقول لهم هاتوا الدبل. الدبل كان لابسينها فين؟ ها؟ في اليمين. وفي الخطوبة هو اللي بيلبسها وهي اللي بتعمل ايه؟ بتلبس. في الزواج العكس، ابونا اللي يلبسه، اصل استلمها من ربنا، لكن هو في الخطوبة اللي بيلبسها، لان ممكن الخطوبة تعمل ايه؟ تتفك. لكن كلام الكهنة وكلام الشريعة وكلام ربنا ما فيهش ايه؟ فك. عشان كده ابونا يلبسها في الشمال. ليه في الشمال؟ قريبة من ايه؟ من القلب. يجي ابونا يمسك الدبلتين كده، اجلعوهم ويربطهم في خيط حرير احمر كده، للزنار الاحمر ده. هو ليه يا ابونا؟ صح؟ لازم كل حاجة في الاكليل ليه؟ تعال نفهم ليه دي. يربط كده الدبلتين بتاع العريس وبتاع مين؟ ماشي، يربطهم في الخيط الحرير دي. ليه؟ الخيط الحرير دي صعبة تقطعها، وابونا بيعجدها. بيعجدها بيقول الزوج والزوجة اصبح رباط ما ينفعش ايه؟ يتفك. دي حاجة. طب ليه الخيط الحرير يا ابونا ما تنقطعش؟ يعني ما الرباط اللي بينهم ما ينفصلش. مش زي مثلا الدول الأجنبية. ايه الدول الأجنبية؟ يتجوزها شوية وبعد شوية يقول ايه؟ ها، زهقت منها عايزة ايه؟ ما عندناش احنا ده. يبقى عرفنا الخيط الحرير دي ليه؟ ها؟ ها؟ علشان رباط مقدس لا ينفك ولا ينقطع. خلاص؟ قولوا معايا تاني، ليه دي؟ ها؟
على شام رباط لا فك ولا ينقطع. طب عرفنا الخطة الحرير، يجيب أبونا كده قبل ما يبدأ يقول له موافق. يعني موافق يا أبونا؟ أمال أنا ما أتزوج وخلاص؟ آه في زواج أحيانا البنت ها بترغم على الزواج ده. خد ابن عمك مش قبلها هتاخديه بال ما ينفعش أقول إيه دي، وده مش صح يا أبونا. لا مش صح. إزاي يحل الروح القدس، إزاي يحل الروح القدس على واحد مغصوب؟ لازم الروح القدس يحل على واحد إيه؟ راضي. يعني راضي جابل مش مغصوب وموافق. يقول موافق، موافقة موافقة يا أبونا يبدأ. طب لو قالوا مش موافقين المفروض أبونا إيه؟ ما يكلمش. ينفع؟ ينفع. طب يا أبونا بعد ما عملنا الهيصة، ما الهيصة دي غلط، ما يبنى على غلط فهو إيه؟ غلط. بعديها أبونا بيرشم الرشومات باسم الثالوث القدوس الآب، بعد كده بالابن، وبعد كده الرشمة الثالثة بإيه؟ بالروح إيه؟ قدس. ويصلي صلاة الشكر. صلاة إيه؟ يبقى الإكليل عبارة عن أول حاجة اسمها الرشومات. اسمها إيه؟ احفظوهم كده، اسمها الرشومات. بعديها صلاة الشكر، بعدها صلاة إيه؟ بعديها صلاة الحلة. يعني الحلة يلبسهم لبس كده غريب شوي، العريس يلبد كده حاجة اسمها برنس. اسمها ايه؟ قولوا معايا اسمها ايه؟ ايه برنس ده يا ابونا؟ ده لبس الكاهن. لبس ايه؟ قولوا معايا ده لبس ايه؟ طب هو العريس بيك الكاهن؟ العريس بيجي كاهن؟ بيجي كاهن، بس كاهن الأسرة. كاهن ايه؟ كاهن الأسرة. ما يلغيش ان في كاهن خاص. دي الآية اللي بتقول كلنا ملوك وايه؟ ما احنا ملوك، ملك نفسه أفضل من ملك ايه؟ مدينة. بس ما يمنحش ان في ملك مدينة، وكاهن لنفسه ما يمنحش ان في كاهن فيه في الكنيسة او كاهن في البلد. ده ما يلغيش. ده يلبسه كده قبل البرنس زنار احمر كده او زي شريط احمر كده، بيقول له انت تفديت بالدم، عشان نعمل لك سر الزيجة لازم تكون جبلت الفداء بايه؟ بالدم. وده باب، اول باب فيه باب المعمودية، وهيكمل لغاية ما يوصل سر ايه؟ الزواج. وبعدها يلبسوا كده البرنس ده، ويلبس العروسة، مش البرنس برضه، لا حاجة اسمها الحرملة. اسمها ايه؟ قولوا معايا اسمها ايه؟ عشان تبقوا فاهمينها. اسمها ايه؟ بس الحرملة دي يا ابونا هي كهنة؟ لا ما عندناش كهنة المرأة. اللبس بتاع الرجل اسمه ايه؟ لا قولوا معايا اسمه ايه؟ برنس. واللبس بتاع المرأة اسمها ايه؟ حرملة. اسمها ايه؟ بس دي ما كانتش في الطقس. هو احنا بنستحدث يا ابونا؟ لا، بس الطقس اتعمل من اجل الانسان، لا الانسان من اجل ايه؟ عملناها ليه؟ لجينا اليومين دول الجو حرارة عند السيدات خالص. ايه الحرارة دي؟ بيقطعوا في الفستان لغاية ما تقطع كتير منه، واحنا ما ينفعش نقطع في كتير جوكي، يظهر كده بيعدى عليهم الناس الغلابة كتير، كل ما يلقوش حاجة في البيت يقطعوا من ايه؟ من فستان الفرح، لغاية ما لقيناه كده صعب خالص. طب ده ينفع نكلل؟ لا، راح الكنيسة عملت حاجة اسمها ايه؟ حرملة، عشان تداري
تقول للعروسة يا عروسة جسمك ده غالي عند المسيح، جسمك ده ما ينفعش حد يشوفه، جسمك ده وزن الدهالك ربنا ما ينفعش تأثر بها حد. راحت غطت الجسم شوي. طبعا احنا بنغطي وقت الكنيسة بس برا عاد، لكن هل كل البنات كده؟ لا طبعا، بشوف في بنات بتوع الكنيسة وبتوع ربنا بيجيبوا بكم او بنص او حاجة مستورة هنا، وفي ناس تاني ما لناش دعوة بيهم. مين يا ابونا؟ الحمد لله انا مش من البلد ومش مقصودش حد ومش بحضر افرح حد هنا، يعني عشان ما حدش يقول لك ابونا ايه يقصد بنت فلان ولا بنت فلان. دي ميزة الكهن الغريب يتكلم براحته. ده صح يا ابونا؟ لا مش صح طبعا. الصح ان انا داري جسدي ما عصرش حد، ما حدش يشوف حاجه من جسمي، ده الصح. بعديها يجي ابونا بيقول القطعه دي يصلي على اللبس دوا ويلبسوا العروسه ويلبسوا العريس، والشمامسه يقولوا لحن الحله الروحانيه الملتحف بها مين؟ ميخائيل. بعد الحله هنخش على حاجه تاني اسمها الزيت. اسمها ايه؟ يبقى خدنا كم جزئيه في الاكليل عشان يبقى فاهمينه؟ الرشومات. بعد الرشومات صلاه الشكر، بعد صلاه الشكر الحله، لبس الحله، بعديها الزيت، بعدها ايه؟ بعدها ايه؟ طبعا بعد الحلة هيجروا صلاة الأوشية الإنجيل والإنجيل والطلبة، بس بعد الطلبة هيخش على الزيت. الزيت أبونا بيه يرشم الصليب في الجبهة، يبارك الفكر هنا في مدخل الحياة، بعد كده يعمل لك إيدك اليمين، وبعد كده إيه؟ تقول لي طب ما احنا بنرشم كده يا ابونا الصليب كده وبعد الشمال وبعد كده إيه؟ ده لما تكون بترشم على نفسك لك، ولا لما انت واقف عكسي بالنسبة للشمال بتاعي أنا يمينك أنت. فهمناها؟ تاني دايما لما يكون أبونا بيرشمني عايز يعمل صليب عليا، بالنسبة له الشمال بتاعه هو يمينك انت، عشان كده المفروض نعمل له كده، يجي رشمنا هنا ويمين وبعد كده ايه. تقول لي طب ما هو مش العكس؟ لا، ما هو بيرشم الصليب صح بالنسبة له. فهمته؟ يعني انا بعمل كده، ها شمال يمين بالنسبة لي انا صح، هيبقى عندك بالنسبة لك ايه؟ ها يمين شمال. وبعد الزيت طلبة والزيت حاجة اسمها أكاليل. ايه؟ ايه الأكاليل دي يا ابونا؟ دي حاجتين لها معنيين. لها ايه؟ ايه المعنيين دي؟ ركزوا معايا. واحد بنقول له انت تعبت واتجوزت وشجيت وعملت عشان توصل للمراحل دي، راحت الكنيسة ادتك ايه؟ اكليل. ما هالزواج الصح عارفين ايه؟ مش ابويا اللي يكونني، ها؟ انا اكون نفسي. ابويا يديني زجة حلو ويساعدني اخواتي والبيت حلو، بس المفروض انا ايه؟ اشجى واتعب. لما اشجى واتعب احس بقيمتي العروس. عشان كده تلاحظوا الولد اللي يشجى ويتعب من اجل يتزوج يحافظ على مراته، والولد اللي ابوه وامه ها يجوزوه وما تعبش ها تلقى لك كل يوم ها مش متوفق مع مراته قوي. طبعا دي مش قاعده عامه، بس غالبا يعني مش دايما الحاجه اللي الواحد عارفيها تبقى غاليه ايه علي. اكاليل معناها واحد تعب في الارض وشجي وكون نفسه، راحت الكنيسه جات له ايه؟ هنكلل تعبك بالزوجة الحلوة.
وانت عشان تعبتي وكونت نفسك وحفظت على عزرويتك وحفظت على نفسك هنكملك اكليلك. بس ده الاكليل الارضي، رمز للاكليل ايه؟ السماوي. ونقول له كده، انا لما اجي بكلم حد بشرح له بس في دقيقه كده بينه وبينه، اقول له عارف الاكليل ده؟ يقول لي ليه؟ اقول له عشان تعبت كللناك. بس لو تعبت وانت وزوجتك من اجل ربنا، ربنا هيديك اكليل ايه؟ ها؟ سماوي. اذا فيها معنيين الاكاليل دي، فيها ايه؟ فيها ايه؟ معنيين او اتنين معنى. المعنى الاول، انت تعبت وشقيت راح اتكلت الكنيسه، والبنت هتعبت وكونت نفسها وحفظت على نفسها راح اتكلتها الكنيسه. بس الاكليل ده كليل ايه؟ ارضي. لو انت تعبت من اجل ربنا وهي تعبت من اجل ربنا، والثمرة بتاعتكم طلعت كويسة وحفظتوا عليها ودخلتوها السماء، ربنا يديكم اكليل ايه؟ ها؟ بعد كده ابونا يمسك لفافة ويقول انت قدام مذبح رب الصباؤوت وجمعتكما هذا الاكليل، هذا الاكليل المقدس، فعلى هذا الرسم وهذه الشريعه اتخذ الاباء المؤمنون امراه واحده بطهر ونقاوه لطلب الذريه واجاده، فيجب عليك ان ما تتسلطش على جسدك، ولا العروسه بتاعتها تتسلط على ايه؟ ودي مشكله، تعالى احكيها لكم كده في لقمه بسرعه. مشكلة الرجل عند المرأة عارفين ايه؟ يا مرأة عايزين حاجة النهاردة، لا تعبانة، مش منفعش، عند مش عارف ايه النهاردة، تعبانة في الشغل، اتسلطت على ايه؟ جسدها. ده مش صح. يجي تاني يوم اعمل شاي، عملت الشاي، الشاي ده مش حلو، طب هات اكل، ها الاكل ده مالح، هات الجلابيه يعني مش مكويه. هو طب ما كل يوم هم اللي بيعملوا، وانا عارفه الشاي بتاعه مظبوط وعارفه الملح بتاعه مظبوط، ومش الجلابيه مش كل يوم مكويه، ايه اللي خلى لكل المشاكل دي؟ عارفين ايه؟ طبعا عارفين ايه، لما طلب حاجه وما دام ده اسمه تسلط، ده مش صح. وبرضه العكس، الرجل لما يتسلط على جسده مش صح. طب امال هو ايه اللي يحصل يا ابونا؟ هو يعني لازم طوالي طوالي؟ مش كده برضه، مش بقول كده. الموضوع ده على اتفاق مع بعض، ويكون بمحبه حقيقيه، ويكون مش حاجه كده هندي مؤد ايه يلا وخلاص يلا بسرعه. ايه السرعه دي؟ ما اللي بيحصل مشاكل حتة ان احنا مش بنوصل بعض للشبع، يضطر الرجل يعمل غلط. ده مبرر؟ لا مش مبرر، وهيتحسب عليه، وهيتحسب عليه. يضطر المرأة تعمل غلط، ده مبرر؟ لا. بس المفروض الحاجة دي حاجة مقدسة، الغرايز اللي خلقهم ربنا في الإنسان ثلاث غرايز، أكل شرب جنس. جنس يا مونة ده حاجة مقدسة، بس إحنا ثقافتنا الوحشة اللي خلتها بقيت إيه؟ بقيت حاجة وحشة، لكن هي حاجة إيه؟ مقدسة. ليقول الكتاب المقدس إيه؟ ليكن الزواج مكرم عند كل أحد، وتاني والمضجع غير دنس. ليكن الزواج مكرم عند كل ايه؟ احب، والمضجع غير. طب انا هنا اسال سؤال، امال ليه لما يكون حصل حاجه ما نتناولش؟ مش احنا نجسين؟ لا مش نجس يا بابا، لا مش نجسه. امال ليه يا ابونا؟ فطر. اللي فطر يجي الكنيسة؟ يجي الكنيسة. يتناول؟ يتناول؟ لا.
اذا حدث حاجة بين الرجل ومراته ده مش نجاسة. امال ده ايه؟ امال ده ايه؟ فطر. ينفع يا ابونا؟ يعني يا ابونا مش عارف ايه واستحمى. ما تخلوش الموضوع يبقى زي الاخرين. هي زي الاخرين يعني هي المية؟ لا، الرحص اللي بيحصل بين الرجل ومراته دي حاجة ايه؟ عايز اسمح حاجة ايه؟ عايز اسمحها كلمة مقدسة دي عشان تبقوا شاهد عليكم. حاجة ايه؟ يعني ايه مقدسة؟ يعني مش نجاسة، يعني مش وحاشة، يعني مش عيب. لما تكون نجاسة خارج اطار الزواج، لكن في اطار الزواج ده حاجة ايه؟ مقدسة. يعني ممكن بعد الموضوع ده اصلي يا ابونا؟ تصلي. يعني ممكن يا ابونا اقرا كتاب مقدس؟ ممكن. ده احنا المفروض نقول نصلي قبل الموضوع ده وبعد الموضوع ده. وبعد كده ابونا بيسلموا حاجة كده ويقول لهم هما الاثنين، يدي لهم كده يخليهم يسلموا على بعض ويديهم لفافة. ايه اللفافة دي؟ ما احنا عايزين نعرف المعاني الروحية في الاكليل. ايه اللفافة دي عاد؟ المفروض اكليلنا متى؟ في الصبح. الصبح في ايه؟ قداس. وفي القداس اخر القداس بنعمل ايه؟ نتناول. بيديهم لفافة واحدة. اصل هم اليوم ده بيجوا ايه؟ الكنيسة بتحافظ على الطقس. اذا اللفافة اللي بنحطها على ايد العريس والعروسة مش عشان هم هم بيسلموا على بعض يجرسوا بعض ويضحكوا مع بعض زي ما بعض في العريس والعروسة بيعملوا كده، يدوس فيها وتعمل له كده ويعمل لها كده ويبصوا على ما مش كده. افهم المعنى الروحي. اللفافة دي بتقول لك اوعى تنسى التناول. اوعى تنسي التناول. اللفافة دي عشان تعمل ايه؟ تتناولوا. يجي بعد كده حاجة خش على الوصية. الوصية يقول له ايه؟ يجب عليك ايها الابن المبارك فلان المؤيد بنعمة الروح القدس ان تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية صافية قلب سليم تجتهد فيما يعود لصالحها تكون حنونا علي. هي دي اللي تفرق عند المرأة. تكون ايه؟ قولوها انتوا الحته دي. تكون ايه؟ يظهر بتسمعوها كن شديدا عليها. لا، هو المفروض نقول للعريس ايه؟ كن حنونا عليها. المرأة عايزة الحنية، عايزة الكلمة الكويسة. يا ابونا احنا كبرنا. عايز اقول لواحد، كل واحد كبير، كلكم كبار مقامه لكن سن صغيرين، يعني عشان ما تزعلوش من الموضوع. الكبير ما فيش كلمة كبرنا عن الكلام ده يا ابونا. الكلام الكويس مليش كبار. كانت سارة 90 سنة وابونا ابراهيم 100 سنة وتقول له يا سيدي، يروح يرد يقول لها يا عبدة، اكيد يقول لها ايه؟ يا ستي. زي ما في ناس متزوجين حلوين كده في كل مكان يقول لمراته يا ماما، وهي تقول له ايه؟ ينفع؟ ينفع. في ناس كده، في ناس كده. ده يا ابونا اللي بتقول عليه ده في مصر. لا، في الارياف في ناس، في القرى، بعض القرى في ناس حلوة بتقول كده. طب يا ابونا ده هتسوق فيها. مين قال هتسوق فيها؟ طول ما انت تحترم حد، الحد ده هيعمل ايه؟ ترمك. تكون حنونا عليه وتسرع الى ما يسر ايه؟ شوف اللي بيحب تحبه ايه. على فكرة السيدات يسدوا ودانهم حاجات بسيطة خالص
تفرق مع الست. ما تنساش عيد ميلادها، تفرق معها. يا ابونا احنا كبرنا. لا، ما تفرق معها جودي. ها، عيد زواجها يعني حاجة كده، مثلا لمسة كده. ده احيانا كلمة حلوة تكون هي اليوم ده قعدت قدام المرايا ساعتين ثلاثة عشان تعمل تسريحة معينة، هو جاي من الشغل تعبان، جهزت اكله ولسه كله ده، عايزه تقول له ايه؟ بص، ما شفتش حاجه تغيير، مش فاضيين للكلام ده. عارفين الحته دي عند المراه تعمل ايه؟ سكينه وضربتها بيها. طب ايه الحل يا ابونا؟ ايه النور ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحاجات الحلوه النهارده دي؟ لا لا، انت النهارده غير اي يوم تاني. خلاص الموضوع كده بيجي 10 على 10. قول له يا ابونا، اكيد واحده دلوقتي تقول ايه؟ قول يا ابونا، نفسي كان يبقى حاضر يا ابونا. ما انت لسه جاي دوركم دلوقتي. ها؟ اخي يعمل بس عيد ميلادها وبعد كده نبقى نفكر بعيد ميلاد مامتها دي. يا اخي خلينا في خطوة اولى بس، مش نمشي كي جي وان. تكون حنونا عليها، تسرع الى ما يسر قلبها، فانت المسؤول عليها بعد ايه؟ مش روح عند بيت ابوك، هو بيت ابوها ده وبالزوجها ده وبيتها ده. يعني ما ينفعش. وانت ايتها العروس ان قال لك روح عند بيت ابوك، قول هو ده بيت ابوي، ده بيت زوجي، ده بيت اولادي، ده بيت. انت زعلان اعمل راسك كده، وانا في استفس السرير هعمل راسي كده. يعني ما ننامش في اوضتين، انا افضل ننام مع بعض حتى لو في الليل كده من دون ما تقصد وعملت ايدك كده، الموضوع ايه؟ خلص. مسؤول عليها بعد والديها، يكمل عاد يجي في الاكليل بتاع في الوصية بتاع العروس. وانت ايتها العروس السعيد قد ما اوصاه، سمعت ما اوصينا به ايه؟ زوجك. فيجب عليك ان تكرميه. يعني تكرميه؟ احيانا الرجل بيزعل من مراته لما بتقل من ايه؟ من شأنه وقيمته، مش صح. لا، ده بولادك، ده زوجك، ده اللي بجيلك اكتر من اهلك. يا ابونا مش كده. لا، هو ده اللي كده. تكرميه، وكلمة كده احنا بنقولها بس بتسمعوها غلط، وتهابيه. انتوا بتسمعوها تهب فيه، هي المفروض ايه؟ قولوها تاني. ها، تهابية، لكن انتوا بتسمعوها مش صح. كلمة ان احنا نرد كلمة بكلمة مش صح من المرأة. يعني صح يشتمني؟ لا، مش صح يشتمك برضه، بس افترض، مش مديله التوكيل اللي يشتم، مش صح الشتيمة خالص. افترض شتم، مش صح ارد الشتيمة. عندي مرأة في الجزيرة بدون ذكر اسماء ومش متعلمة، وزوجها صعب جدا، بس عجبتني في رد، انا اعتبرتها مرة حكيمة وبحكي لكم قصتها. قالت في يوم يا ابونا قال لي ابوكي، وابوها ميت، ابسط رد تقول له ايه؟ وابوك، صح؟ كانت الدنيا عملت ايه؟ ولعت. طيب نخفف الرد شوية، مالكش دعوة ابويا، كان جم ضربها. طب نخفف الرد شوية، ابوك مش احسن من ابويا، مش كل هذه ردود؟ ممكن نقولها، كانت الحكاية زادت شوية. امال قالت له ايه؟ عارفين قالت له ايه؟ قالت له
اديله ريح الطوبة اللي تحت راسه، اديله شتمتين تاني. راح عمل ايه؟ ها؟ سكت. قالت طب روح خلاص كفايه، وضحك. شفته؟ شفت المرأة؟ صدقيني لما حكيت الحكاية دي فرحت بيها وبحكي بالقصة دي، ده حقيقي على فكرة. أبوك والكلام اللي بيقولوه ده، راحت ايه؟ أبوها ميت. قالت له ايه؟ اديله كلمتين تاني، اديله شتمتين تاني عشان يتبشبش الطوبة اللي ايه؟ تحت راسه. راح عمل ايه؟ قال طب روح روح. ضحك وسكت واتحلت ايه؟ مشكلة. يجي عند العريس، احنا قلنا له كن حنونا عليها، تسرع الى ما يسر ايه؟ نيجي عندك انت، ما قلناش قوله بحبك، مش تفرق مع الراجل بحبك ده على فكرة، تفرق في الخطوبة، لكن في الزواج عارفين تفرق ايه؟ حاضر. تفرق ايه؟ يعني ايه حاضر دي؟ الطاعة. بنوصي المرأة مش بنقول لها حب زوجك، لا، امال ايه؟ طعيه. هي دي اللي تفرق مع الراجل. لو عم قال اي حاجه تقول حاضر خلاص. عشان كده ببوصي المراه اقول ايه؟ خليكي السنه الاولى قولي حاضر، هو العمر كله هيقول لك ايه؟ حاضر. الشاطره كده حاضر دي هتعمر البيت، اخطيت هتعمر البيت. ها تطعيه وتكوني معه كما كانت امنا ساره مخالفه لابراهيم، صح؟ امال ايه؟ مطيعه لابراهيم، وانا كانت تخاطبه ايه؟ سيدي. هي الوصيه دي اللي بنقولها للمراه، طيع الرجل، ونقول للرجل حب مراتك وكن حنون عليها. الحاجتين دول لو في البيت، عندي مرة وراجل تاني مش متعلمين، أحب كده أروح أنكشهم بس في الخير، يعني أقعد كده مع إن مش متعلمة، يعني أقول لها يبقى قاعد هو، أنا عشان أزود المحبة بينهم، هم بيحبوا بعض بس زيادة شوية، أنكشهم في الخير. يعني الراجل بالنسبة لك إيه يا مدام؟ عارفين تقول إيه؟ النفس اللي بتنفس فيه. مرة تاني، ها ده حتة من القلب يا ابونا ما اقدرش استغنى، وكل ما اروح احب اسمع ايه؟ لفظ كده. ومرأة صدقوني ها مش متعلمة، بس انا بعتبرها مرأة ايه؟ حكيمة وشاطرة. وهو برضه اجي نخشف كلمة كده بالنسبة لك، طبعا الراجل ما يعني في رجالة هو يعني مش مليش في التعبير قوي، يقول ايه؟ هي كل حاجة في حياتي يا ابونا. ومرة يعني كل مرة بيعبر بس هي أشطر شوي. ها؟ تقول كلام كده مع انش متعلمة، بس أحس إن هي أقول لها ده أنت لو تعلمتي كنت تبي وربت أولادها كويسين وأولادها عيال حلوين خالص، يعني ربنا يديه الصحة. واكيد في شم هنا في امثله حلوه في كل بلد طبعا، مش بقول يعني عندنا بس، لا اكيد هنا انا برضو ناس كتير. وبعد كده سمعنا الوصيه للرجل وللمراه، نيجي حاطينهم قدام الهيكل، ابونا فتحه يظهر طولنا، وابونا عايز يقول امضوا بسلام، خلاص امضوا، نحطهم هنا نقول له ايه؟ يا عريس خد مراتك من قدام ايه؟ من قدام ايه؟ مسبح. انت خدتها من عند ربنا مش من قد حد، خدها من على المذبح. كذلك يبارك عليك ايها الاخ فلان، ويبارك على زوجتك كما بارك على نوح وعلى ابراهيم وعلى يعقوب وعلى وعلى وعلى، ويجي مصلي لهم التحليل ويمضوا. احنا قلنا هم داخلين يدخلوا كله ايه؟ كل واحد ايه؟ وحده. وهم طالعين خلاص اصبحوا ليس بعد اثنين بل ايه؟ شفتوا طقسنا؟ اراجع بسرعه ولا تغولت عليكم؟ يبقى الاكليل ده حاجه ايه؟ سؤال كده بسرعه بنساله من العيال الصغيرين، بس كل اجابه هجاوب فيها كل حاجه حلوه. عندك ولا خلاص؟ اقول ولا ما اقولوش؟ لا كفايه، في سؤال بس.
يجي العيل الصغير يسأل ماما أو بابا أنا جيت إزاي؟ يا واد اسكت يا صح؟ أكيد سألت السؤال ده صح؟ وبنتكاسف نجاوب صح؟ أجاوبه لك ولا أخليكم المرة الجاية؟ مرة جاية أخلي أبونا بولس يجاوبه لكم؟ طب ركزوا معايا، كل كلمة هقولها أقصد فيها حاجة. بصوا معايا، ولد أو بنت صغيرين سألني السؤال ده أقول له إيه؟ خد، لما تكبر يبقى الزواج متى؟ ها؟ ولما العروسة تكبر فوق 18 سنة يبقى كده عرف ان الولد والبنت يعملوا ايه؟ الزواج. وهو ايه؟ قولوا معايا، وهو ايه؟ كبير. وهو ايه؟ كبير. عشان بس كل كلمة هقولها لها معنى. لما تكبر ولما البنت تعمل ايه؟ تكبر، يبقى الزواج متى؟ واحنا في الكبار. هنروح لعند العروسة، بابا وعمه وخاله يروحوا عند بيت العروسة ويعملوا ويخاطبوا العروسة، يكلموهم موافقين تدونا؟ دي اسمها الخطوبة، جاية منها يخاطبوا. وبعد كده بنجيب ونعد الفرح ونعمل الشقة ونعمل ونعيش كل حاجة ونعمل العبشة ونجيب الذهب، وده كله ده مش حاجة ايه؟ سهلة. عشان العيل يعرف ان دي الزواج مش ايه؟ مش سهل. انا جه في مرة عيل تالتة سنة وقال سنة عام، قال لي عايز اخطب يا ابونا، وابونا مش راضي. قلت له اروح معاك. تروح معايا؟ ايوه اروح معاك. تو ما قلت له اروح معاك ايه؟ فرح. قلت له بس هنقعد قبل ما نروح، تعالى نقعد شوية. وحكيت له الحكاية، انت قاعد لك كام سنة؟ قاعد لي سنة واربع كلية، يبقى كام؟ وسنة جيش. طب وتكون نفسك في ساعة كام؟ قال لي في سنة. قلت له اعتبر انت خريج اليومين دولة، هتشتغل بكام؟ قال لي ب3000 في الشهر. هتصرف منها كام وتخلي كام؟ قال لي 1000 و2000. قلت له 2000 السنة كام شهر؟ 12 في 2000 يعملوا ايه في الفرح؟ قال اه يا ابونا. قلت له عايز 6 سنين وستة تاني بعد ال12 ده هروح ايه كده؟ ها؟ يبقى لما يجي يسألني يقول لك كده، لما كبرت تكبر، عشان اصل في اجابات تبقى غلط. اصل يا ابني كلت كتير رحت حملت، يجي العيل يقول طب ما انا يا بابا ما تاكل كتير وايه؟ ما حملتش. في كده حد يقول له ايه؟ كحيت رحت خلفت، يجي الواد يكح يقول ايه؟ واحدة تانية قالت له ايه؟ حطيت شوية سكر تحت السجادة رحت لقيت الواد اخوك ده، راح هو حط السكرات لقي نمل كتير، قال اتخلى يا ماما اخواتي جايين بيجوا نمل. كل هذه اجابات خطأ. عشان نطلع احنا، لا مش نطلع، نتكلم صح. لما تكبر والعروسة تكبر نروح عندهم نخاطبهم، نتكلم معاه، وافقوا اه نجيب ابونا، يبقى نمنع الزواج العرفي. نجيب مين؟ ابونا، مش اي حد تاني. نجيب مين؟ اه يبقى منعنا الزواج العرفي، او اللي تحت السلم، او اللي ضحت اللي بيضحك على البنات بعديها. شفت اقول له ايه؟ شفت كل كلمه هقول. يجي ابونا ونيجي في الكنيسة وتيجي الناس تشوفنا عشان يمنع الزواج اللي ايه؟ في الضرا. والناس والمعازيم في الكنيسة، ويجي ابونا يكلل، وبعد ما يكلل بيجوا ايه؟ ليس اتنين بل جسد، يروحوا يستحموا ويناموا. العيل الصغير هيناموا معناها ايه؟ نعسوا. لكن انا ما كدبتش، ناموا اللي انتوا عارفين. لما يكبر ويفهم كلمة النوم دي يبقى مفهوم، ما غلطتش انا في كل كلمة ايه قلتها له.
لكن لما اقول له كلام تاني ويكبر يقول بابا كان كذاب، ما هو كانش صريح. بعد ما كللوا وتعشوا راحوا ايه؟ ناموا. ان كان عيل شاطر وكده وعارف النوم انا ما غلطتش، عيل لسه صغير وبسيط انا ما غلطتش. الكلمه في اللغه العربيه تحتمل معنيين يسموها فيها توريه، معنى قريب ومعنى ايه بعيد. بعد فتره بابا يوسف شافهم بيحبوا بعض، ها راح خلى ماما بطنها كبرت 9 اشهر نزل